يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم حلقه جديده من الخلاصه. والنهارده هنتكلم عن موضوع يتعلق بشكل اساسي ببناء الانسان ورفع الوعي المجتمعي. والحقيقه انه الدوله وايضا مؤسساتها الدينيه المختلفه منها الازهر الشريف ودار الافتاء المصريه كانت بتعمل على مدار السنوات الماضيه ان يكون في استناره اكتر في مجال الفتوى الدينيه وان يكون في تطور يواكب المستقبل اللي احنا بنعيشه. وواحده من المؤسسات دي بشكل خاص يعني بيكون على عاتقها مهمه كبيره في رفع الوعي وايضا تيسير حياه الناس وهي دار الافتاء المصريه. وليمكن مؤخرا اطلقت مبادره عنوانها الفتوى وبناء الانسان، وده طبعا في اطار جهودها لدعم المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان المصري، واللي كانت ايضا انطلقت تحت رعايه الرئيس السيسي. طبعا كتير مننا لما بيسمع كلمه الفتوى او دار الافتاء بيعتقد ان دورها ربما يكون مقتصر على الامور الدينيه فقط، لكن في الحقيقه انه الفتوى هي جزء أساسي من حياتنا اليومية وفق المنظور الديني، لأن هي أساس بناء الإنسان بشكل متكامل عشان يكون ليه دور في تحقيق سعادة شخصية في حياته وسعادة أيضا لمجتمعه ونهضة حضارية للأمام. ده المفروض أو هكذا نعتقد. بعض طبعا المؤسسات بتعمل باستنارة والبعض الآخر لا، لكن دار الإفتاء كانت على مدار السنوات الماضية بتحاول قدر الإمكان أن يكون في أسلوب ومنهج جديد وأن تكون أو كل ما يصدر عنها يكون متوافق بشكل كبير جدا مع الاتجاه الحداثي وبناء دولة حديثة وربط الإنسان بجذوره الدينية الصحيحة وليست يعني كما شهدنا على مدار عقود الصور المغلوطة أو الفهم المغلوط لكتير من مبادئنا وشرائعنا الإسلامية. فالنهاردة هنناقش مع حضراتكم المبادرة الجديدة، ويمكن هتكون فرصة كمان من خلال المبادرة الجديدة ان احنا نشوف ونثقف الناس شوية وبالذات الشباب في ايه هي الطرق السليمة في الحصول على الفتوى، ايه هي محددات الفتوى برضو، يعني ليه اخد الفتوى دي واسيب الفتوى دي، من هو الشخص اللي بيستحق أن يطلق عليه لقب مفتي، وفي نفس الوقت إيه محددات وشروط الفتوى، يعني زي مثلا لا ضرر ولا ضرار أو أن الفتوى بشرط المستفيد. في كتير مننا ما يعرفش هذه الأمور. لو عندي فتوتين متعارضتين أعمل إيه، أخد دي ولا أخد دي، وأقيس إزاي؟ فدي فرصة كويس من خلال فرصة كويسة من خلال مبادرة دار الإفتاء ان احنا نثقف نفسنا شوية فيما يتعلق بايه الفتاوى المفروض نحصل عليها وايه اللي المفروض نتجنبها وايه اسس دي وايه اسس دي وهكذا. فعشان كده النهاردة هنروح مع حضراتكم لهذا النقاش وهنعرف بعض المعلومات المهمة، وهيكون منورنا كمان بعد الفاصل الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. لكن خلونا نروح نشوف أولا نبذة كده عن إصدارات دار الإفتاء المصرية ونرجع لكم.
الحقيقة في جزئيتين لأي ملاحظ أو متابع للأحداث في مصر، إنه كمان دار الإفتاء بقالها فترة الحقيقة كانت تميزت بأنها بتشتبك على طول مع الأحداث. يعني كتير من المواقف اللي بنواجهها يوميا أو المشكلات اللي بتحصل مجتمعية، ويمكن في بعض الحاجات ليها علاقة بالتعاملات اليومية بعلاقتنا مع الآخر، كانت دار الإفتاء سريعة بشكل ملحوظ في التدخل. زي مثلا التعامل مع الحيوانات، مؤخرا كان في أزمة، دخل دارة الإفتاء ووضحت الموقف من الكلب والموقف من القطة مثلا وتربية. ده أنا بقول ده كمثال. أشياء أخرى طبعا ليها علاقة مثلا بالتحرش، بالنميمة، بالكذب، بالشائعات، يعني بدأوا يلتحموا معنا بشكل سريع، خاصة لما يكون في حدث بيحصل أو مشكلة مجتمعية أو واقعة ما تحتاج إلى التعليق. فده أصبح كمان بيسهل كتير من الأمور وبيساهم الحقيقة في تهدئة الأوضاع وفي رسمها بشكلها الصحيح وفي استيعابها بشكلها الصحيح. الحاجة التانية انه في اتجاه انه يكون في انفتاح اكتر على الاخر، وده مثلا لاحظناه في المؤتمر لعقدة دار الافتاء، وكان حاضر مجموعة من الشخصيات ايضا المسيحية ومنهم رئيس اساقفة الكنيسة الاسقفية، فده ايضا بيدخل في باب. وطبعا كان دكتور علي جمعة وعدد كبير من الشخصيات المرموقة سواء دينية او مجتمعية. ففي رغبة برضو انك تسمع الاخر وانك تنفتح عليه، وانه يكون كمان الفتاوى معتدلة تلائم الكل وتلائم فكرة السلام المجتمعي بشكل عام زي ما بنشوف مع حضراتكم في الصورة. فده برضو شيء يعطينا قدر من الاطمئنان. تعالوا بقى تعالوا نروح بقى بعد الفاصل هنشوف أهمية مبادرة زي كده، وزي ما قلت لحضراتكم احنا هنستفيد منها ازاي ونطور فهمنا ازاي ونتلقى الفتوى ازاي ونختار الفتوى ازاي وازاي نعمل مفضلة ما بين الصالح والطالح. كل دي أسئلة نسألها للدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم واتفقنا انه حديثنا النهارده هيكون حديث عن المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان المصري وتفاعل دار الافتاء معاها باطلاقهم ايضا مبادره لبناء الانسان ورفع الوعي المجتمعي من خلال الفتوى. ويسعدنا كمان في الفقره دي ان يكون معانا الدكتور خالد عمران وهو امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، ونسعد بوجوده لاستنارته الحقيقه ولدوره الكبير في التطوير والتجديد. فاهلا بحضرتك يا فندم منورنا. اهلا وسهلا، مرحبا، برحب بسيادتك، برحب بمشاهدينا، واسمح لي اجدد التهنئه لمصر وللعالم كله بهذا هذه الذكرى. الذكرى الغاليه جدا علينا كلنا، اللي الحمد لله ربنا اكرمنا فيها وانعم علينا بالنصر. ويعني ظهرت بساله الجند المصري وبساله القوات المسلحه، وظهرت هوية الجند المصري طبعاً. المقاتل الشريف اللي كان الندى بتاعه في اليوم ده الله أكبر طبعاً. فهو يعني مجموعة من التهاني والتعبير عن هذا الإنسان الجندي صاحب الهوية الدينية الوسطية التي تثبت جدارتها يوما بعد يوم، اللي كان منهم صائمين الحقيقة رغم طبعاً صعوبة الموقف، واللي احنا ما زلنا بنرتب مع كل ذكرى لاكتوبر كلنا بنقول الله اكبر، بسم الله، نعم، بسم الله، قد وكبر. كلنا ما زلنا بنستحضر نفس المشاهد، نعم، وبتأثر فينا
وبنعيشها سنة بعد سنة. جيل رائد وبنستلهم منه دايما طبعا. الدروس. أولا أنا عايز طبعا يعني حتى كمواطن قبل كإعلامي بتشيب بدار الإفتاء مؤخرا لأنها قدرت تشتبك مع كتير من القضايا المجتمعية والأحداث المجتمعية والواقعية المجتمعية اللي بتعمل أحيانا لغط أو جدل على السوشيال ميديا والمواقع، وبنتوه ساعات في آراء ناس لا تستحق أن هي تفتي، لكن دار الإفتاء بقى بتخش بسرعة وتوضح لنا الوقائع في كتير قوي من الأحداث المجتمعية وبسرعة، وده الحقيقة تطور كبير لازم نحسبه لدار الإفتاء. فطبعا شكرا على المجهود ده، ونحتاج بقى نستكمله إن شاء الله بالمبادرة إن شاء الله الخاصة ببناء الإنسان وزيادة الوعي. وهنا عايز أتوقف مع حضرتك، يعني إيه اللي تقصدوه ببناء الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي من خلال عمل دار الإفتاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذه المبادرة التي أطلقتها مصر بداية وبناء الإنسان، لبناء الإنسان، وهي المبادرة البداية حسب ترصد فيها أركان بناء إنسان لحياة أجود وأحسن بأركانها التعليم والصحة والكوفي. في داخل هذه الأركان الوعي الصحيح، الوعي احنا حفظنا من مشايخنا الوعي قبل السعي، فالوعي الوعي الرشيد بينتج عنه سلوك رشيد. وهنا لابد يعني او اتذكر كلمة فضيلة المفتي حفظه الله تعالى في المؤتمر او في الندوة التي عقدت لهذا الامر، وهو يتكلم ان احنا واحنا بنستقبل رسائل الوعي وبنشتبك زي ما حضرتك تفضلت مع قضايا الوعي، بنجد في أننا ونحن نبدأ لطريق بناء الإنسان هناك من يريد أن يهدم الإنسان. نحن أمام يعني موجة عاتية لهدم الإنسان. خلينا موجة صحيح. عالمية نقدر نقول موجة، خلينا تراجع في الإنسانية، تراجع في الإنسانية، فيه مجموعة من التطرفات صح. نحن للأسف في هذا البند، في هذا الأمر هدم الإنسان، نواجه مجموعة من التطرفات باسم الدين مرة وباسم غير الدين وبغير الدين مرة، وفي تطرف يهدم الإنسان تحت شعار الدين. الحقيقة الواحد بيستحي أن يسميه تطرف ديني، بس هو للأسف بيتخذ من الدين شعارا، وللأسف ممكن هنا تطرف فكري مش ديني، يعني هو الفكر هو المغلوط، فهمهم للدين غلط، فكر والتضرع باسم الدين أحيانا أو الأديان. ما فيش دين يقر التطرف، ما فيش دين يقر العنف، ما فيش دين يقر الهدم، هل كل ده؟ لكن للأسف في هذا النوع، في نوع من الآخر للتطرف لا ديني يقول في الآخر إلى جانب لا أخلاقي، يريد أن يهدم قيم، ينال من في الآخر عاقبته تتوجه للأسرة، وخصوصا أمر الأسرة ده يبدو أنه أمر يعني في قلب هذا العقل الهدام، يعني يريد أن ينال من أمر الأسرة. ففي دي مجموعة من التحديات الهدامة التي تريد أن تنال من هويتنا، خلينا نقول منا كإنسان. فلا بد أن احنا في أول شيء ونحن في قلب الخطاب الديني، ونحن المؤسسة الدينية من وراء الأزهر الشريف وخلف فضيلة الإمام وتحت جانب الإفتاء ودار الإفتاء المصرية، لابد أن نواجه هذا، وهذا جزء من بناء الإنسان. بناء الإنسان الوعي الجزء منه أن يواجه هذا الجانب الهدام. الأمر الثاني، ونحن في الطريق نبني الإنسان، لابد أن نسهم في الرقي الأخلاقي. لابد أن يكون هناك وهذا هو جزء مما وجه لي فضيلة المفتي على طول بعد الندوة التي كانت، وخصوصا وقد أعقبها الندوة ورشة عمل. عايز أقول ورشة العمل دي كانت شيئا فريدا
اشترك فيه كانت برئاسة فضيلة المفتي، واشترك فيه عدد كبير من المفكرين والخبراء وعلماء الاجتماع وعلماء والصحفيين والإعلاميين وعدد كبير جدا من ذوي التخصصات المختلفة للخروج بأجندة عمل واضحة للعمل عليها في خطة بناء الإنسان. أيوة أجندة عمل واضحة، أنا هتوقف عندها بس كمل حضرتك عشان ما أتعبش. الجزء الثاني بعد ما خلص الجزء الأول من بناء الإنسان التصدي للهدامين، الجزء الثاني من بناء الإنسان وهو اللي هو المنظومة القيمية. المنظومة القيمية لابد أن تتثبت مرة، نثبت ونتشبث بقيمنا وبأخلاقنا، لأن هناك موجة عاتية اللي تريد أن تنال من قيمنا ومن أخلاقنا، تريد منا أن يعني شرقا أو غربا أو لكن في النهاية في تحدي أخلاقي لابد في بناء الإنسان أن نشارك، والخطاب الديني والإفتاء يشارك في هذا الجزء. ثم ينفع في الجزئية دي نقول أنه يعني غاب عن كتير مننا فكرة انه في النهاية انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، يعني الدين هدفه في النهاية هو الحصول على منظومة ضروري جدا تلتين هذا الدين اخلاق. لكن احنا طبعا مشكلتنا الرائدة بقى لها عقود ان احنا بنتمسك بشكليات الدين بدون الجوهر الخاص بالدين، وبالتالي يعني بنقلب الآية انه في الاخر انت الهدف من تكون على خلق، فلكن ممكن تلاقي واحد ملتزم دينيا لكن اخلاقه مش كويسة او متطرف او قاتل او غيره، زي ما شفنا طبعا وعشنا في مجتمعنا على مدار عقود. يعني فعلا يا فندم جزء كبير من التطرف هو النظر المجرد الى الظاهر اللي هو يحكم بالامور من ظاهرها، بالسلوكيات من ظاهرها، يحاكم الناس الى أشكالهم وألوانهم. وأظن ده جزء من حتى من العنصرية ومن طبعا. الخطاب اللي يحاكم الناس إلى أشكالهم، إلى 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 مذهب معين، إلى الجزء ده جزء فعلا عشان من الخطاب المتطرف. أنا انبسطت لما لقيت في المؤتمر والندوة اللي حركوا قمتوا بيها أنه وجود شخصيات عامة مختلفة فكريا طبعا، وأيضا أخواتنا بالقساوسة من مشارف مختلفة شرفنا الأنبياء، فده برضو بيدي انطباع بفكرة التعامل مع الآخر بمفهوم صحيح، ودي برضو غابت عنا فترة طبعا. وده جزء من رسالة بناء الإنسان، بل جزء من الأخلاق النبوية التي دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أسسها القرآن الكريم لما قال لنا وقولوا للناس حسنا، ولما جعل الله سبحانه وتعالى عنوان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. أنا متفق مع حضرتك تماما أن هناك بعض الأصوات المتطرفة التي الهدامة التي تريد أن تفرق بين يعني بيننا وبين إخوتنا أو بيننا أنا متفق مع حضرتك تماما، وأتفق أن جزء من الرسالة التي لابد أن نسب أننا جميعا شركاء، وأن هذا أننا جميعا في مركب واحد اسمه الوطن، وأن الهوية المتفقة والصف الواحد الذي يجمعنا جميعا. قطعا هذا واضح، وهذا جزء من أركان التي نستطيع أن نقول أن من الوعي بالتزكية أو بالجانب الأخلاقي. الجزء الثالث التي خرجنا والتي تسهم فيه الفتوى، وهو الإسهام في العمران. الإسهام في العمران. احنا عندنا ثلاث أركان، قلنا اثنين منهم، الركن الأول العبادة، والركن الثاني التزكية، والركن الثالث هو تعمير الأرض. جزء الركن من الأول عبادتنا. هو عبادة الله سبحانه وتعالى والتزكية وتزكية النفس اللي هو الجانب الأخلاقي. والجزء الثالث هو الإسهام في حركة العمران. أستاذنك نفصل فيهم، بس نروح فاصل سريع للأذان. نعم. وهنرجع نركز على مجموعة من المبادئ دي، واسمح لي هطرح عليك بعض من القضايا المتعلقة باللي بيسموهم جنزي، الأجيال الصغيرة بقى اللي طالعة. أيوة طبعا. ففاصل طبعا نستمع للأذان ونرجع لحضرتك. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مشرفنا طبعا في الاستوديو الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، وحديث الحقيقه
مهم عن بناء الإنسان ورفع الوعي المجتمعي ضمن مبادرة جديدة لدار الإفتاء المصرية لزيادة الوعي المجتمعي. دكتور خالد منورنا مرة تانية. شكرا يا فندم. وحضرتك وضحت لنا أسس هتتجه ليها دار الإفتاء في الفترة القادمة لرفع الوعي وبناء الإنسان، لكن كنت عايز أروح معاك لبعض الأجزاء عن فكرة إحنا كشباب وأجيال جديدة نحصل أو نتعامل مع الفتوى إزاي؟ إيه الأسس اللي نتعامل بها مع الفتوى عشان نقدر إحنا كمان نبني أو نبني وعي يخلينا نعرف نختار ونميز إيه الفتوى اللي قد تكون متفقة مع روح الإسلام وشريعته، وإيه الفتوى اللي بتشوز وتبعد خالص عن فكرة بناء الإنسان أو أي دين عامة؟ في الحقيقة السؤال ده مهم جدا، وهو من عمق يعني فكرة بناء الإنسان. دار الإفتاء المصرية تبنت مشروع وهي تعمل عليه، وهو مشروع التثقيف الإفتائي. بمعنى إيه التثقيف الإفتائي؟ بمعنى أننا ونحن في عصر السوشيال ميديا والذي أصبح فيه كل شيء متاح، وللأسف أصبح بعض الناس بيتخذ مشايخ عجيبة غريبة ويرجعون إليهم، حتى بعضهم بيرجع لشيخ اسمه جوجل. أنا يعني مرجعي هو الشيخ جوجل. الظاهرة دي تجعلنا في المقابل ننبه على أن الإنسان عنده مسؤولية عما تلقاه من معلومة، زي ما أنا عندي مسؤولية. الاثنين عندهم مسؤولية، اللي بيدي المعلومة كمان أنا عندي مسؤولية مما أتلقاه، لأنني كمان مؤتمن. زي ما أنا مؤتمن على صحتي وجسدي، وده ما إحنا كلنا مؤتمنين. أنا مؤتمن عما يدخل إلي من المعارف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه البعض بيقول لك يا عم هو الشيخ قال كده، طب وانت مخك فين؟ بالظبط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في بعض الناس عندهم الاستسهال ده، اللي يسمع إشاعة هنا كلمة هنا، فمن اندفاع نفسي أو انفعال أو كذا يقوم يرددها، ولما تيجي تكلمه يقول لك أنا بتكلم وخلاص، أنا قلت أنا أدى أنا حتى بقول لك فلان بيقول، أو أنا قريت على الأكاونت الفلاني أو على المدن. سيدنا النبي قال لنا كفى، أو أنا رحت للفتوى دي عشان جاي على مزاجي، أو أنا رحت للفتوى دي أو كذا. إحنا بنقول إن أنت عندك مسؤولية عن التلقي، خصوصا ما نسميه بتلقي الفتوى. انك مسؤولية بتتمثل فيه ان انت اول حاجة تاخذ الفتوى من متخصص. احنا الحمد لله عندنا في مصر، عندنا الازهر الشريف، عندنا دار الافتاء المصرية، عندنا وزارة الاوقاف، وعندنا مؤسسة دينية ففيها تخصص، وهذا التخصص معروف ان كان من يفتي ومن لا يفتي. ده البند الاول. ثانيا، ما يلقى اليك اللي انت بتستمع اليه، لابد ان انت تتساءل عندما تسمع، خلينا نقول ثلاثه اسئله اساسيه اهو علشان نبقى محددين. ثلاثه اسئله اساسيه: هل ما استمع اليه ده يضر شيئا من قطعيات الدين؟ يعني بيقول لي ما تصليش، بيقول لي ما تصومش في رمضان، او يقول لي الصيام في غير رمضان، او يقول اي حاجه من دي. فاذا اضر او خالف شيئا من هذه القطعيات الدينيه او الاخلاقيه، بواحد بيقول لي اكذب، بواحد بيقول لي وصل في بعض الاحيان واحد بيقول لي اكذب علشان ده حتى النبي حل الكلام بقى ايه. انا يعني اجيل للسامع ان يسمع واحد بيقول لي اكذب، واحد بيقول لي اسرق، واحد بيقول لي اسرق. تخيل ان واحد يجي يقول لي اسرق، يبقى انا ازاي استمع ليه؟ يعني باي منطق ان انا استمع ليه؟ اسرق اي حاجه، السرقه ده من مما قطع تحريمه. فيبقى اول حاجه بقول لك ايها المشاهد الكريم، واحنا شفنا احد المشايخ كان دعا للسرقه بشكل معين. لا معلش يعني بس مش هو مش شيخ ولا حاجه، ولكن مهما يكن واحد بيقول اسرق، يبقى احنا اسفين، يبقى انا ازاي ده يستمع إليه. الأمر الثاني أو الحاجة الثانية اللي واحد بيقول لي اهدم، يعني احنا بنقول أول حاجة واحد يخالف قطعيات الدين أو الأخلاق. الأمر الثاني، واحد بيقول لي اعمل ضرر، يعني اهدم شيئا، اهدم
أي حاجة، أي دعوة للهدم، أي دعوة للتخريب، أي دعوة من هذا القبيل لازم أنا من نفسي أكون رافض له. يعني أنا ده شيء بديهي، ليس هناك دين ولا منطق إفتائي ولا أخلاقي ولا أي يجيز أن الإنسان أن يكون مفسدا. القرآن سمى هذا فسادا، أي نوع من أنواع الهدم أو التعرض للإنسان ولا البنيان ولا سمى هذا إفسادا وفسادا، فلا بد من بالتالي أرفضه. يبقى أول حاجة لا يقبل أحد خالف القطعيات الدينية أو الأخلاقية، لا يقبل أحد خالف دعا للهدم. واحد بيدعو لما يضر مصلحة أو شأن البلد أو شأن الوطن أو شأن الإنسانية، أيضا هذا لا يستمع له، لا يستمع له، وده أمر شرعي، لأن القرآن دعانا إلى عدم الاستماع للمفسدين ولا للفاسدين ولا هؤلاء أصحاب الضرار كما سماهم القرآن الكريم. فكيف نتعامل فيما نتلقاه؟ الأصول اللي عليها يقوم التثقيف الإفتائي أنا بقوله: أولا تأخذ الفتوى من المتخصصين، ثانيا المحتوى الذي يلقى إليك لابد أن يتوافر فيه هذه الأمور اللي احنا بننبه عليها. فإذا توفرت هذه الأمور وهو متخصص، يبقى خلاص، يبقى احنا كده ايه، في يد أمينة أو في اتجاه مستقر وهادي. طيب معيش، في الجزئية دي أنا باخد الفتوى من مين؟ ده مهم. وحرك وضحت بعضها، لكن أحيانا ودي الاستثناء مش القاعدة، نعم، إنه بنلاقي مشايخ كبار يعني تعودوا على إصدار الفتاوى، لكن بتفاجأ مرة واحدة إنه هو نفسه بيرتكب مثلا جريمة أخلاقية، أو هو نفسه دعا إلى شيء مخالف للفطرة الإنسانية اللي بتمثلها مثلا في الرحمة. ودار الإفتاء يمكن كانت اشتبكت مؤخرا مع مثلا دعاوى اللي بيأتوا على حقوق الحيوان وسيرة الرسول في التعامل معه، يعني وأمثال. أنا مش عايز أذكر أشخاص، بس حضرتك أكيد يعني فاهم أنا بتكلم في إيه. فمين اللي أخذ منه الفتوى وإيه دوركم في دعم الدعاء أو من يحق لهم الفتوى عشان بالفعل يكون هو مصدر حقيقي وصحيح؟ يعني والله أنا بشكر حضرتك أيضا، لأن ده أو مثال اللي إحنا بنتكلم فيه. اللي بيدعو لعدم الرحمة بس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمجرد بس ما بنسعى إنه يدعو إلى عدم الرحمة أو إلى القسوة أو إلى العنف مع أي كائن من الكائنات، حيوان كان أو نبات أو حيوان أو إنسان، يبقى احنا عارفين إحنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مهما يكن هذا الشخص. الأمر الثاني إنه لو كان صحيح متخصص ومنتسب إلى المؤسسة الدينية، فده عندنا المؤسسة دي، وهذا في ميزة الإفتاء المؤسسي وميزة الذي ينتسب إلى فتوى مؤسسية، أنه فيه له ظهير وله مرجع. يعني حضرتك بتقول أن الإفتاء المؤسسي أفضل من الإفتاء الفردي؟ طبعاً. الإفتاء دي معلومة مهمة. طبعاً الإفتاء المؤسسي أفضل المستند إلى مؤسسة، الاعتماد على شخص بعض المشايخ بس. ده مهم جداً، ومع غاية التقدير والاحترام مفهوم طبعاً. المؤسسة احنا كلنا أولاد الأزهر ودار الإفتاء، يعني كلنا أولاد مؤسسة واحدة، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة في هذا البلد. إلا أن لما يبقى الإنسان منتسب لمؤسسة يبقى له مرجع، ونستطيع أن احنا نخاطب المرجع. يا رب نرى يوم ونخرج من هذه السيولة، هذه الفوضى، وينضبط الأمر بسرعة. طب فكرة أنا منتسب للشيخ ده أو من أتباعه أو من مريديه أو من أحبابه وباخد فتوتي من الشيخ ده، هل والموضوع ده برضو منتشر شوية، اللي هو أنا مريد للشخص الفلاني أو أنا الشيخ أو أنا من أتباع الشيخ الفلاني، فهو اللي بيقوله قرآن كريم ماليش دعوة بحد تاني، هل من دوري برضو المفضلة بين فتوى أو فتوى، أو في حاجة اسمها أن أنا خلاص أنا اتبعت شيخ معين أن هو فقط يكون
المصدر الوحيد للإفتاء، هل ده جايز؟ يعني هو لا، خلينا أولا نعمل حاجتين. الحاجة الأولانية نفرق بين الإفتاء في الأمر الشرعي، واحد يجي يستفتي في أمر متعلق بالطلاق، متعلق بالزواج، متعلق بال... وبين ما نسميه أو الاستشارة التربوية اللي هي في الأخلاقية، اللي هي اللي هو التصوف. في عندنا حاجة برضو اسمها التصوف، وعندنا جهة مهتمة بهذا الأمر اسمها المجلس الأعلى للطرق الصوفية. أنا ما أصدقش يعني التصوف بعينه، لأنه في سلفيين برضو، والشيخ بتاع هو علشان كده بنتكلم دايما. إحنا عندنا مؤسسات مختصة بالأمور. فالأمر الفتوى، إذا الإنسان إذا كان المؤهل للفتوى يتبع، ممكن يكون هو في نفسه شيخ طريق وتبع جهة من جهة الفتوى، ده حاجة. لكن إحنا بنلاحظ، وهي ده بقى خارج أيوة، إحنا بنلاحظ أنه هناك حالة من تعدي غير المتخصصين على كل المجالات، حالة من الفوضى، حالة من السيولة على كل المجالات. للأسف هي حالة ليس مختصة فقط بالخطاب الديني، ففي ناس بتتعدى حتى على الطب، وتطلع على وسائل الإعلام للأسف ويوصفوا الأعشاب ومش عارف إيه ليه، عشان يعالج مرضى السكر، ويصل أحيانا أنه لك ده هيعالج مرضى الأشد من كده، وده موجود، وكذلك في مجال الخطاب الديني. فيبقى غير متخصص وغير مؤهل أو غير منتسب ليه، ما هو التخصص ده معناه أنه هو بينتسب لمؤسسة، والمؤسسة لم تجز له هذا الانتساب إلا بناء على شروط وشهادات. هذا غير المتخصص يبقى يتعدى على مجال الإفتاء، وللأسف اتخذ من وسائل السوشيال ميديا وبعض الوسائل وكذا سبيل لهذا. احنا بنقول للناس بما أننا نتكلم عن بناء الإنسان، وأن أكبر شيء في بناء الإنسان هو التمسك بالتعلم، والتعلم الصحيح، والتعلم معناه الرجوع إلى أهل الاختصاص، وهذا ما أرشادنا إليه القرآن لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر معناها الكلمة التي هذا الإنسان ترجع إليه في اختصاصه، فيما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. أنا شخصيا لو جالي أي واحد بيسألني عن أمر طبي، أنا مش طبيب، فيعني بما إن أنا منتسب لمجال الإفتاء يبقى أنا أتكلم بقى وخلاص، يبقى ده قوله على الله بغير علم. زيه بالضبط، زي ما جه لواحد يتحدث في أمر يتعلق بأمر إفتائي، فده قوله على الله بغير علم، وده قوله على الله بغير علم، ده كذب وافتراء، وده كذب وافتراء. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعلم والتمسك بالتخصص، احنا بنبني الانسان، معلش الحته دي مهمه قوي، احنا بنبني الانسان لابد نركز جدا ان احنا فينا العلم وقيمه العلم، لابد ان نعيد مره اخرى وقل رب زدني علما، نعيد مره اخرى مع احترامي وكثير من الدعاوى الموجوده على السوشيال ميديا بين شبابنا واللي بيصعب علينا قوي نشوفها، يعني ان هو يحقر من قيمه العلم، ما هو ما فلان ما تعلمش اهو وعمل مش عارف اكاونت على ايه وجاله وعنده مليون فولوور. اذا كنت تريد الامر الشرعي والديني فربنا سبحانه وتعالى وجهنا الى العلم وقال لنا في شباب دلوقتي بيطلعوا يفتوا. انا بلاقي شباب كتير حتى على غير الفيسبوك على انستجرام، شاب عنده مثلا 20 سنه 21 سنه وطالع بيفتي في الدين، وطالع يتكلم في الدين ولا لسه يعني سامع، وانا جاي بيقولوا حاجات مصائبيه يعني، وجاي له جاي له يعني كانه بيوجه البنت، بيقول لها لا انت مش من حقك تشاركي في التعليم ولا من حقك. ايه ده مش لانه صغير في السن ولا لانه تصدر فيما لم يقيمه الله سبحانه وتعالى فيه. انا بقول لكل شبابنا ولكل صغار والكبار هذا، والله بنقوله من باب النصيحة وما أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، اتقوا الله في أنفسكم وتعلموا
واتقوا، احنا مدعوون يعني طبعا احنا مش لكن في نفس الوقت اتقوا الله في انفسكم وتعلموا. وربنا قال لسيدنا النبي وقل رب زدني علم، ما قالوش زدني اي حاجه من اي حاجه من الوان الحياه المبهجه بقدر ما يزيد من العلم. طبعا. طب معلش هسال حضرتك سؤال صريح شويه ممكن؟ طبعا. احنا دلوقتي في المجتمع بنواجه بعض الظواهر اللي بتزعج البعض، بعض التانيين يمكن ما عندوش مشكلة بس بتزعج البعض، وبيرى ان هي تحديات عالمية وتغيرات برضو في يعني بعض القيم الخاصة بكل مجتمع. وهكون صريح، يعني مثلا في ناس كتير بتشتكي من موجة الإلحاد، من موجة مثلا المثلية الجنسية، من موجة مثلا اقول لك المساكنة، من موجة مثلا زي العلاقة مع الآخر المسيحي اللي لسه في شباب صغير بلاقيهم كل مرة في أي عيد طالعين، رغم انه دار الإفتاء قالت 90,000 مرة وأظهر الشيء، لكن طالع هو برضو يفتي من عنده فيما يضرب فكرة المواطنة. دي كلها تحديات كمان حديثة خاصة بالدولة المدنية الحديثة. طب لكن هنا بيبقى في جزئية لها علاقة بإزاي إن أنا أوعي بس في نفس الوقت لا أنتقص من أدمية الأشخاص، لأنه أحيانا الأصوات اللي بتطلع بتروح مكفرة مرة واحدة أو بتبعد الشخص، يعني حتى لو مثلا شاب عنده ميول الحاد لحد درجات في اللي لا أدري وفي الحد السلبي أو مسمى بالإيجابي، يعني في 100,000 نوع، لكن بنلاحظ أحيانا إنه إلا يبقى الهجوم شديد لدرجة إنه يخلي اللي قدامك يصر على الفعل بما انك بتطلعه من الملة، او احنا عايزين وعي برضو ونفهم الناس ويبقى في القضايا الحديثة دي مسار اهتمام بس بشكل برضو ما يقلش من قيمة الانسان كإنسان، يعني ممكن يكون مخطئ وكله ابن ادم خطاء صح وغير خطائين التوابون. يعني انا بحس ان دي مشكلة انه الاعتماد مع التعامل مع الشخص ده ان دي حالته الاخيره. طب هو جايز مع 5 سنين يغير رايه ويغير فكره ويغير سلوكه، مش بتحس ان دي مشكله قائمه حضرتك عندنا؟ هل تسمح لي اكون بقدر الصراحه طبعا التي يعني حضرتك عبرت عن بالظبط، يعني معاك براحتك خالص. عايز اسجل حاجه من خلال ما نراه ونشاهده كله. عايز اقول انه بقدر ما هناك حق له ان حق له ان يسال يسال عن اي حاجه. القران عرض لنا شبهات اكبر اعداء ادم وذريته اللي هو ابليس. لما قال اسجد لمن خلقت طينا، عرض لنا القران قال لنا صح. القران يعني كلمنا اسال عن اي شيء، قال من القران كلمنا عن شبهات الكفار وشبهاتهم في على الاله وشبهاتهم على الرسول، على الإله لما قالوا لما أنعبد لما تأمر وزادهم نفورا، كلام كتير. لما تكلم القرآن عن شبهاتهم عن الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا لولا أنزل إليه كنز أو يكون معه نذير، وعرض شبهاتهم اللي في سورة الإسراء وهكذا. القرآن عرض لنا شبهات وأسئلة وأجاب عنها، وده معناه إن إذا كان الأمر في إطار السؤال فمن حقك أن تسأل، ومن واجبي أن أجيبك، ومن واجبي أنني إذا لم أكن أعلم إجابة سؤالك أن أتعلم وأجيبك، ومن واجبي إذا كنت أنا غلطان يا أخي أن أنا أقول لك أن أنا غلطان، ده أمر بحق طب. ما حدش يقدر يقول غير كده، ومن واجبي أن أعاملك وأنت تسأل عن هذا التعامل الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفق بالسائل. الرفق بالسائل الله. الراجل الراجل اللي كان في المسجد جميلة قوي الجملة دي يا أستاذ. ورفق المتعلم. سجل حاجة واحدة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة، والراجل أساء وما عرفش يصلي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تعامل معه برفق فبيقول ايه الراجل بعد كده؟ بيقول فوالله ما نهرني ولا كهرني وما رايت معلما ارفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجل اللي جه يسال النبي عليه الصلاه والسلام، الشاب اللي بيقول يا رسول الله زلي في الزنا
اكتر من كده ايه شبه ايه بقى؟ فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام باسلوب لا ترضاه لامك اترضاه، ثم اضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم ادعو الله سبحانه وتعالى له، ويخرج وصدره مملوء بانوار هذا الامر. اول موقف الاخر لما جت وقال لها حد شافك وروحي، طب في حد كذا، طب روحي وارجعي، طب روحي وارجعي، طب روحي وارجعي، يعني صحيح. ما طردهاش من رحمه ربنا يعني. يعني مسلسل كبير من الرحمه المتدفقه بالموافق وبل مخالف قبل الموافق. خليني اسجل هذه النقطه اولا، انا مش مسجلها علشان انا الحقيقي فعلا ده من حقك ان تسال، ومن واجبي ان اجيب، ومن واجبي ان اجيب بدقه وكل حاجه. لكن ايضا انا اسجل ان هناك في بعض الاحيان ما تستطيع ان تديه استبداد مقابل. يعني هو عايز يصدر قيمة معينة، عايز يصدر شيء غريب على مجتمعنا، ومش قابل للنقاش، هو نفسه مش قابل للنقاش، هو نفسه مش قابل ان هو حتى ان تعرض عليه فكرة اخرى لسبب اسباب كتير، دي مش مجال مناقشتها. فلا مش دايما، احيانا بيبقى فيه هناك من نوع من التعالي المقابل صح، والاحتقار المقابل. وبنسمع احنا يعني، لان احنا الحمد لله في دار الافتاء المصريه فيه واحده للرد على الشبهات واللي هي للحوار والرفاء، ففيها رصد لمثل هذا. فلما بتلاقي بتلاقي ده بيصحبه ايضا جانب من التعالي، جانب من عدم الاستماع، جانب من شيء خطير الذي في موضع السائل لا ينبغي أن يكون هكذا. هذا هو من عدم إرادة التعلم، حتى عدم إرادة نية البحث. أنا وإنت في النهاية باحثين عن الحق في النهاية، لكن لما يكون الحوار بيني وبينك عبارة عن عبارة عن تهرش ديكة أو صراع غير مبرر، الحقيقة مش هنصل لحاجة إلا مزيد من السيولة ومزيد من الفوضى. فإذا كان كده لا، أنت من حقك تتعلم. لكن في كل الحالات لا يحق لي نزع إنسانية الشخص اللي قدامي أبدا، حتى لو كان ملحدا كافرا حتى مثليا مساكنيا، طالما إنسان لا يحق لي طبعا ان الاحتفاظ بالقدر الادمي، ولكن ايضا لا يحق له وهو انسان ومحترم بانسانيته وكل حاجه ان يعتدي ولا ان يتعدى على قيمي ولا ان يتعدى على مقدساتي مثلا بالسبت، ولا ان يتعدى على ثوابتي الاجتماعيه ويدعو الى غيرها يعني لو ارتضيت شيء انت لنفسك ما تحولوش لحاله عداء مع انت احنا عايزين تختلف. عندك سؤال ومناقشه علميه اهلا وسهلا، ده مرحب به غايه الترحيب ونتعاون فيه، وزي ما قلنا على كل درجات التعاون. ولكن الاعتداء، وخليني اسجل ان في بعض الناس بيصل الى تعمد الهدم من خلال هذا، واحنا اتكلمنا على الدعوات الهدامه في اول تعمد هدم القيم، تعمد هدم الاسره، تعمد هدم من خلال دعوات بتتستر زي ما تتستر بالتطرف، التطرف الديني بتتستر ببعض هذه الدعوات بتصل فيها هذا. لا، هتعمد الهدم احنا مش هنقدر ندخله في اطار لا عمليه التعلم ولا عمليه البحث ولا دي قصه اخرى. مفهوم. نعم دكتور، الحديث معاك ممتع ونحتاج حلقات اخرى، هتسمح لنا يمكن نعمل حلقه تانية ونخش فيها في بعض يعني الاسئله الشائكه شويه هذه الايام، لان وقتنا انتهى النهارده. شكرا. لكن سعدنا جدا بكلام حضرتك ووجودك وارائك المستنيره دائما، فبشكرك على وجودك معنا في الخلاصه. شكرا، وتحياتي، واكرر التهنئه بهذه المناسبه السعيده لنا جميعا. ان شاء الله، وان شاء الله نكون معاك وبنتابع كمان مبادره دار الافتاء المصريه عن بناء الانسان ورفع الوعي المجتمعي، لان مبادره هامه جدا وفي توقيت حساس وايضا خطير بيمر به العالم، نحتاج فيه الحقيقه الى ايضا الاسترشاد دائما. بشكر حضراتكم، بكره حلقه جديده من الخلاصه.
إلى اللقاء.